أهلا بحضراتكم. وزي ما تابعنا في التقرير، التعليم قبل الجامعي طبعا من أهم المراحل التعليمية، وهو اللي بيأهل وبيمهد للأداء في الجامعة. فعملية تطوير المناهج وعملية تطوير المناخ العام للتعليم قبل الجامعي هي عملية مستمرة ودايما بتخضع لإعادة التقييم من وقت لآخر، واستخدام الوسائل الحديثة اللي كل مدى ما بتتغير تبعا لتطور العلم وتطور العالم كله حوالينا. هنتكلم عن التعليم قبل الجامعي، أين نحن منه الآن نتيجة للتطور اللي شهده خلال الفترة الأخيرة، مع دكتور محمد فتح الله أستاذ القياس والتقويم والخبير التربوي. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير. يعني طبعا هو في أكتر من عنصر في التعليم قبل الجامعي وعملية التطوير الخاصة به، يعني عنصر خاص بالمناهج، بالأنشطة الدراسية، بدمج تكنولوجيا المعلومات فيها. خلينا نبتدي بالمناهج اللي شهدت أكتر من عملية تطوير الحقيقة خلال السنوات الأخيرة، من أسلوب التلقين والحفظ لأسلوب الفهم لأسلوب البحث لفكرة الامتحان اللي فيه إجابات متعددة multiple choice أكتر من الإجابات المقالية. شايف ازاي عملية تطوير المناهج ماشية وتقبل الطالب المصري ليها حتى الآن ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل عام وحضراتكم جميعا بكل خير. احنا في ايام مفترجة بقى وقرب ايام الامتحانات، الاسر المصرية وابنائنا الطلاب والمعلمين وكل من يعمل في منظومة التعليم ان شاء الله يكون عام موفق ان شاء الله. بالنسبة لما يحدث من تطورات في المناهج، في تطورات بتبقى يعني زي ما حضرتك تذكري كده ان هي تطورات طبيعيه بتتم على طول، لكن التطور اللي حضرتك تقصديه هو التطور بحيث ينقل المجتمع التعليم المصري الى مصاف الدول المتقدمه، بحيث يبقى عندنا تعليم يضاهي التعليم العالمي من حيث مخرجات التعلم، من حيث الاستراتيجيات التدريس، من حيث كفاءة المعلم، من حيث البيئة المناخ اللي حضرتك ذكرتيها. أحد هذه العناصر هي المحتوى الدراسي اللي بيقال عليه اللي هو المنهج، اللي هو المحتوى للكتاب، اللي هو الموضوعات. اختيار الموضوعات وتحديدها بما يتلائم مع المرحلة العمرية، بما يتلائم مع فلسفة التعليم القائم اللي احنا بنهدف بنعلم ولادنا ليه. يعني لازم يكون واضح في ذهننا فلسفة واضحة لمنظومة التعليم، احنا بنعلم ولادنا ليه؟ صحيح. يعني مش بعلمه عشان بس شهادة وعشان يشتغل، لا، ده فيه في أهداف قومية حول التعليم، لأن التعليم مشروع قومي، وبالتالي لابد أن تكون في ذهن واضع المناهج الدراسية، فلسفة التعليم واضح في ذهنه، سوق العمل واضح في ذهنه، التطور اللي بيحدث في العالم كله من أنظمة تعليم متطورة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واضح في تحديات كتيرة دلوقتي ان التكنولوجيا مش قادرين نلاحق التطورات اللي فيها، يعني كل يوم في تطور بيحدث، فلا بد من ان المقررات الدراسية سواء في التعليم الجامعي او التعليم قبل الجامعي لا بد ان تواكب مثل هذه التطورات الحديثة وتستفيد بيها عشان نقدر نخلي نبني المواطن المتكامل، الشخصية المصرية المتكاملة اللي هي ذات ثقافة وهوية محددة وتقدر تكون على مصاف العالم كله. هي دي التحديات الحقيقية، ان التطور في الكتب الدراسية اكيد من سنة غير السنة دي، والسنة الجاية غير السنة دي، وبعدها وهكذا. لابد من فكر واضع المناهج الدراسية أو فكر واضع منظومة التعليم أن يكون على قدر من الإلمام بمثل هذه التطورات في المجتمع المصري وفي العالم ككل وفي مجتمع المعرفة. المعرفة دلوقتي بقت اتغيرت كتير، وفي الثانية بتتغير كم المعارف، وبالتالي أنا مش عايز أنتج ابني يكون واقف عند مستوى معين أو حد معين مش قادر ينتقل. أنا منظومة التعليم مهمتها الرئيسة ان هي تعد المواطن المصري المؤمن بوطنه، المكافح من اجل وطنه،
اللي يقدر يحقق الإنجازات ويحطنا على مصاف الدول المتقدمة. طيب العملية دي آليتها بتتم إزاي في الوزارة يا فندم؟ يعني هل في لجنة مثلا بيتم تشكيلها؟ هل في استعانة بخبرات خارجية والاطلاع على دول تانية؟ السياق ده أصلا ينفع نستخدمه لأنه كل دولة ليها ظروفها وليها مناخها وليها عقلية اللي فيها، فهل ينفع نطبق تجربة دولة تانية علينا في التعليم مثلا؟ يعني الآلية دي بتتحط إزاي؟ والله يعني عليها بتغير المناهج. المراقب للمشهد المصري بنجد إن فيه هناك بعض المكونات التطورية الحادثة، من أمثلة مثلا مدارس الستيم سكول، مدارس اليابانية، مدارس النيل، المدارس التكنولوجية في التعليم الفني، دي يعني زي ما تقول ومضات كده مضيئة في جانب التعليم المصري. ولكن أنا بخشى أن يعني تقتصر هذه التطورات على هذه الكيانات. يعني أنا لما عملت المدرسة اليابانية عملتها مش عشان خاطر المدرسة اليابانية فقط، أما عملت مدارس الستيم سكول والمدرسة أنا عملت نماذج عشان هدفي أنا كمتخذ قرار، هدف التعليم العام، هدفي أبنائنا في القرى وفي النجوع وفي الكفور، هدفي أن أنا أصل إلى مجتمع مصري موحد الثقافة قدر المستطاع، ما فيهوش التباينات. أنا لما بقول أنا خايف من أن تجربة التعليم في بعض المؤسسات زي إن كانت كويسة جدا مدارس التكنولوجيا، طب والتعليم الفني التجاري والزراعي والصناعي لابد أن ينعكس، يعني عكس التطور اللي حصل في مدارس التكنولوجيا دي على التعليم الفني والزراعي في القرى وفي النجوع وفي كل بقاع الجمهورية للتعليم العام. برضو لما بقول المدرسة اليابانية وأنشطة التكاتسو واللي بيحدث في منظومة تطوير المنهج الكريكلم المهدن أو الكريكلم المفتوح لابد أن ينعكس ذلك على أداء المعلم في بقية المدارس اللي هي المدارس الحكومية، عشان ما يبقاش فيه عندي تعليم طبقي، عشان ما يكونش في عندي تعليم بتاع ولاد ناس وتعليم تاني بتاع ولاد ناس تانية، وبالتالي يؤدي إلى شرخ كبير قد تحدث آثاره السلبية على المدى القريب أو البعيد. وبالتالي أنا بشوف أن اللي حدث من تطور في المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين أو مدارس حاجة شيء طيب جدا، لكن الأحدث الأحسن منه أن يكون في انعكاسات لمثل هذه النماذج على مدارس التعليم اللي بتمثل عصب التعليم في مصر. طيب لو رحنا لعنصر التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات طبعا هي المحرك في كل القطاعات دلوقتي، ودخولها في مجال التعليم أصبح ضرورة وأساس. إلى أي مدى تكنولوجيا المعلومات أو دمج التكنولوجيا مع منظومة التعليم المصري حاليا فعالة وبيتقبلها الطالب وبيتفاعل معاه من خبرة حضرتك؟ يعني فعلا زي ما حضرتك ذكرت، وانا قلت ان هي تحديات منظومه التعليم ان هي تستفيد من التطورات التكنولوجيه اللي بتحدث، سواء استفيد منها في طرق التدريس، سواء في وضع الفصول واستخدام استراتيجيات حديثه في التدريس، وديت مهمه خبراء المناهج وطرق التدريس والتكنولوجيا التعليم، في التكنولوجيا الخاصه بالتقويم. يعني استفاده من عناصر التكنولوجيا هذه في اداره منظومه التقويم الى الامتحانات. أيوة. بشكل موضوعي وشكل شفاف، وتخدم العملية التعليمية وتلقي بظلالها والفيدباك بتاعها على جميع عناصر المنظومة، تطور أداء المعلم، تجعل من المدرسة جاذبة بحيث أن أنا أبص أشوف أولادنا في المدرسة بيتلقوا التعليم من المدرسة مش من تعليم موازي خارج المدرسة، ألاقي أن عناصر أن التكنولوجيا قد تؤدي إلى إحداث نوع من المتعة للتعلم، إن الطالب بيقدر يصل إلى المعلومة بنفسه، هو اللي بييسر لي عملية التنسيق. وأعتقد إن فيه برمجيات كتيرة دلوقتي قوي 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 تستطيع من خلالها المدرسة الحكومية اللي هي يعني مش عايز أقول متوفر لها عناصر التكنولوجيا الكتيرة تقدر تستفيد بهذه التكنولوجيات، وأبنائنا ما شاء الله يعني قادرين على التفاعل مع هذه التكنولوجيا بحيث إن أنا أعمل تحسين لجودة المنتج اللي هو المتعلم، يبقى عندي طالب فاهم واعي مدرك لأبعاد قضايا المجتمع، عنده قدر من المواطنة وحب الوطن، وعنده القدرة على يعني ينقل زي ما قلت مصر إلى
مصاف في الدول المتقدمة يطرح علاج لمشكلات كتيرة. عندنا مشكلات مجتمعية، عندنا مشكلات في المرور، مشكلات في الشارع، مشكلات في الصحة، مشكلات يقدر لو عملنا تعليم جيد نقدر نخفف مثل هذه المشكلات بقدر كبير. ايه الصفات اللي لازم تتوفر في التعليم عشان يبقى يتخرج طالب ليه عقلية ابتكارية كده؟ يعني هل المناهج، هل اسلوب الامتحانات والاسئلة؟ لانه كان في دايما جدال انه افضل طريقة للاسئلة هي الاختيارية المالتيبل تشويس، وبعدين رجعنا تاني للمقالات، يعني الإجابات المقالية. يعني إيه الإفادة أو الاستفادة اللي بتتحقق لطالب من نوعين الإجابة دول، الاختياري والمقالية؟ طيب حضرتك فتحت الموضوع كله. يعني موضوع بالنسبة لآخر نقطة اللي هي موضوع أنواع الأسئلة، يعني أنا في رأيي الشخصي أن أنواع الأسئلة ما هياش مميزة على نوع، ما فيش نوع multiple choice أو الاختيار المتعدد مميز عن بقدر قدرة هذا السؤال على انه يقيس معلومات الطالب، الناتج التعلم اللي انا عايز اتحقق من اتقان الطالب منه، وعايز افصل بين الطلاب في امتلاكهم لهذه القدر. يعني اميز الاولاد بامتلاكهم لا حسب دينهم ولا عرقهم ولا لونهم ولا جنسهم ولا اي حاجة، بقدر امتلاكه لهذه السنة. فاذا اللي انا بشوفه او اللي انا براه ان تحديد نسبة معينة، اما صفر لأسئلة المقال أو 15% أو 20 أو 30 أيا كان، أعتقد يعني بيفتقر إلى كثير من المنهجية العلمية. لأن وضع الامتحان إذا كان مدرب تدريب جيد وعلى وعي بأن فلسفة التقويم ما هياش أن أنا بنصب فخاخ عشان أصطاد فيها العيال أو أوقعهم أو أعاقبهم أو يعني أعلمهم الأدب، لا، فلسفة التقويم أنك أنت بتفصل بين الطلاب بموضوعية وبعدالة وبنزاهة فيما قدر كل منهم من امتلاك هذه السمة بعدالة. ما يهمنيش ابن مين ولا هو فين ولا هو لونه ايه ولا جنسه ايه ولا ديانته ايه، انا يهمني قدر ما امتلكه من تحصيل معارف ومهارات وحقائق ونظريات خلال العام الدراسي، افصل بينهم عشان اقدر اهله الى المرحلة القادمة، المرحلة القادمة تانية اعدادي، تالتة اعدادي، ثانوي، جامعة، بحيث يبقى فيه احساس الطالب ان انا خدت حقي. وده يعني حاجة مهمة جدا، ويمكن دي من اهم المشكلات اللي بتواجهها اساليب الامتحانات. كم الاعتراضات اللي بتتم بعد الثانوية العامة مثلا، أيوه، مؤشر مش بيعكس جودة التقويم، بيعكس مشكلات في التقويم، مشكلات حقيقية. وبالتالي انا لما الطالب يحس ان انا باخد حقي في بلدي بيبقى عنده انتماء وعنده حب لهذا الوطن. طيب هنرجع لنقطة ايه العناصر اللي تخلي يبقى عندنا طالب مبتكر ومبدع، بس بعد ما نروح لزميلنا عبد الحميد صقر مراسل النيل اللي بيشهد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية النهاردة. صباح الخير عبد الحميد. صباح الخير زميلتي منى وكل مشاهدي قناة النيل الأخبار، أهلا بكم من منطقة وسط القاهرة التعليمية، خاصة هنا في منطقة الزيتون التعليمية. معي ومعكم الأستاذ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يطلعنا على سباق وماراثون امتحان الشهادة الإعدادية والذي انطلق في تمام التاسعة هنا في مدرسة السلام أو كلية السلام اللغات بنات، وانطلقت الامتحانات الحمد لله في تمام الساعة 9. محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قام بجولة تفقدية صباح اليوم في هذه المدرسة ومدرسة أخرى، مدرسة سرايا القبة الإعدادية بنات، والأمور الحمد لله يعني تدوم على خير وسعادة الحمد لله، والأمور منتظمة منذ بداية الامتحانات في 9 صباح اليوم لإجراء امتحان اللغة العربية. الأستاذ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم معي في هذا اللقاء، يتحدث معنا حول يعني الاستعدادات التي قامت بها المحافظة وأيضا مديرية التربية والتعليم لاستقبال هذه الامتحانات. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم القاهرة. اليوم إن شاء الله بدأ امتحان إتمام الشهادة التعليم الأساسي التالت إعدادي، عدد المتقدمين 200,844، اللجان 768 لجنة، النهاردة لغة عربية فقط،
للساعة 11:30، بدأ الامتحان الساعة 9، وطبقنا الإجراءات الاحترازية، وفرنا الهدوء للطلاب جميعا، ومراوح شغالة ومية ساعة، وممنوع اصطحاب التليفون المحمول سواء للطالب أو للملاحظ أو للمراقب. فالحمد لله لرب العالمين. كان بيفعل التواجد الأمني وأيضا التواجد الطبي داخل لجان المدارس، كل لجنة دكتورة وزائرة صحية، والأمني برضو عندنا الأمن الباب مقفول من الساعة 9 لحد يخرج ولحد يطلع، ده إجراءات احترازية بتاعت اللجان وإجراءات أمنية، ومطبقين الإجراءات الاحترازية والنظافة وكمامات وديتول وكل شيء، الحمد لله رب العالمين. والامتحان سهل في متناول الطلاب، في الطالب المتوسط كمان يعني، الحمد لله. كان معالي المحافظ سيادة اللي هو خالد عبد الله كان وقف مع بعض أولياء الأمور وتحدث معهم عن أي مشاكل يعني تقدم. هو طمأن أولياء الأمور بعد ما دخل لجنة سرايا القبة، طمأن أولياء الأمور الامتحان سهل والبنات كويسين والدنيا كويسة وكله تمام الحمد لله رب العالمين. لا. هل هناك أي مشكلات واجهت اللجان اليوم على مستوى محافظة القاهرة؟ لا إطلاقاً إطلاقاً، الحمد لله كله تمام، مفيش عندنا مشكلة عندنا في أي حاجة الحمد لله. الامتحان اليوم هو اللغة العربية فقط. اللغة العربية فقط إن شاء الله. وغدا بإذن الله. بإذن الله دراسات ودين. دراسات ودين. إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أشكرك على هذا اللقاء. شكراً يا فندم، شكراً تحت أمر حضرتك، شكراً يا فندم. صح سعادة فندم. زميلتي منى وكل مشاهدي قناة النيل، إحنا عندنا حوالي 200,844 طالب وطالبة بيؤدي الامتحان في شهادة الشهادة الإعدادية وإتمام مرحلة التعليم الأساسي الرياضية والعامة والمهنية والمكفوفين أيضا وأضعاف السمع على مستوى محافظة القاهرة، موزعين على 768 لجنة. هنا داخل هذه اللجنة في مدرسة كلية السلام لغات بنات 11 لجنة فيها حوالي 195 طالبة يؤدون الامتحانات في هذه المدرسة. إليك منى. شكرا زميلنا عبد الحميد صقر في الزيتون في محافظة القاهرة، بتشهد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية. وبرجع مرة تانية لضيفنا دكتور محمد فتح الله أستاذ القياس والتقويم والخبير التربوي. كنا بنتكلم قبل ما نروح لزميلنا عبد الحميد صقر عن ايه هي المؤهلات اللي تخلي الطالب، او العناصر التعليمية اللي تخلي الطالب قادر على الابتكار والإبداع، مش بس بي بي بيحط المعلومات بشكل يعني تلقين يعني. نعم. زي ما حضرتك ذكرت منظومة التعليم مكونات، حوالي 5 أو 6 مكونات. أول مكون وأهمهم وهو إحنا بنعلم ولادنا عايزينهم يعرفوا إيه، اللي إحنا بنسميها نواتج التعلم، عشان ما تقلش على السادة المشاهدين. أنا محتاج مثلا ابني يعرف جملة، يجمع رقمين، يرسم خريطة، يصمم جهاز، يرسم مش عارف جهاز معين، يتعرف على عوامل مؤثرة. دي اسمها نواتج التعلم ودي الأساس. ودي لها خبراءها ولها متخصصينها يتولى المشهد في إعداد مثل هذه النواتج، لأن هي دي الكور اللي هنقيم في ضوء منظومة التعليم ككل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، بدي هذه النواتج لمصممي الكتب الدراسية يصممون محتوى يحقق هذه النواتج، وبعدين باخد الكتاب ده مع النواتج اديها للمعلم عشان يبدأ يشوف هيشرحها ازاي لأولاده، هيتكلم معاهم ازاي، هيستخدم أنشطة ايه، هيستخدم مصادر تعلم ايه، هيعمل تجارب وحاوة وكل ده. آخر حتة بقى نيجي في الآخر، ودي أهم نقطة، نشوف أبنائنا حققوا إيه من هذه النواتج بالتقويم أو بالامتحانات. كل مكون من هذه المكونات الخمسة، سواء نواتج التعلم أو الكتب الدراسية المقرر الدراسي أو استراتيجيات التدريس أو الأنشطة أو المصادر والوسائل أو أساليب التقويم، كل واحدة من دي لها معاييرها وضوابطها. إذا ما توافرت فيها الشروط الجودة بتاعتها كان عمل جيد، وكل العناصر دي لو فيها الجودة هيبقى نظام التعليم جيد. خلل في واحدة منهم يخل بمنظومة التعليم ككل. التعليم ككل. أهم حتة زي ما حضرتك ذكرت بقى، نمرة واحد في نواتج التعلم اللي أنا بحطها في الأول، أكون في ذهني إن أنا أنتج طالب مبدع. هنتج طالب مبدع إزاي؟ لازم يكون عندي معلم مدرب تدريب عالي وفاهم يعني إيه أساليب واستراتيجيات تدريس واستخدامه للتكنولوجيا الحديثة في عملية التعليم والتعلم، بحيث يوفر للطالب عملية الإبداع. كمان الامتحانات، أنظمة الامتحانات تكون قادرة على كشف هذه القدرات في الطلاب وتميز بينهم. يعني احنا أنظمتنا التعليمية تعتبر
يعني من اكبر مشكلات النظام التعليمي في 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 وجهه نظري انا الشخصيه. عندنا مشكلات التقويم هي يعني مكتفه منظومه التعليم في الانطلاق. لو احنا اصلحنا منظومه التقويم اللي هي منظومه الامتحانات بشكل جيد، وكان اللي بيتصدر المشهد متخصصين، لان احنا حتى الان يعني الكثير يعني مش مؤمن بان علم القياس والتقويم علم له اصوله وله منهجيته وله متخصصينه. وبالتالي كل واحد بيتكلم في الامتحانات، كل واحد بيفتي وبيتصدر المشهد. من هو غير متخصص مش بس في التعليم قبل الجامعي، في التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، التعليم الجامعي والمشاهد ان كثير من غير المتخصصين، يعني اساتذه الطب بيتكلموا في القياس والتقويم، اساتذه الزراعه بيتكلم، اساتذه التربيه الموسيقيه بيتكلموا في القياس والتقويم، وده مش شغلهم، مش تخصصهم. هذا علم له اصوله وله منهجيته وله ادبياته وله ابحاثه وله ناسه. المفروض لما انا بروح لاي طبيب بروح للمتخصص. صحيح. مع ان كلهم اطباء. بس انا عندي مشكله في القلب بروح لاستاذ قلب. فبالتالي منظومه التعليم والتعلم ما هياش كلها حته واحده. ده انا لو عايز حاجه في المناهج اروح لبتاع المناهج. لو عايز حاجه في فلسفه التربيه اروح لاساتذه الاصول. عايز حاجه في التقويم اروح لاساتذه التقويم والقياس. هو ده اللي يقدر يحط المشكله ويطرح لها عديد من الحلول في ضوء ظروفنا وفي ضوء الامكانيات بتاعتنا. طب بما ان حضرتك يعني ذكرت المعلم وانه شديد الارتباط، طبعا هو المعلم اللي بيخلي يبقى فيه طالب مبتكر. منظومه تدريب المعلمين مرت باكثر من مرحله، احنا في انهي مرحله دلوقتي، وايه هي العناصر اللي لازم تتوافر عشان تطلع معلم قادر على انه يوصل المعلومه وفي نفس الوقت يدي هامش حريه للطالب ان هو يبدع ويبتكر ويفكر خارج الصندوق، خارج حدود المنهج، ويبقى هو نفسه كمان مرتاح في وظيفته، يعني قادر يؤدي بشكل امثل؟ والله يعني منظومه تدريب المعلم محتاجه جهد اكبر من كده بكتير. منظومه تدريب المعلم وخاصه عندنا هيئه الاكاديميه المهنيه للمعلم هي المنوط بها اعداد برامج التدريب، محتاجه جهد اكبر من كده بكتير. لان زي ما حضرتك ذكرتي، لو كل عناصر المنظومه كانت كويسه، عندي مناهج كويسه وعندي اساليب وعندي فصل مش عارف مكيف وعندي سبوره ذكيه وعندي معلم ضعيف القدره، لن ينتج الطالب اللي حضرتك بتتكلمي عليه المبدع، بالعكس ده هيكون معوق من المعوقات. وبالتالي منظومه تدريب المعلم يعني شبهها في الفترات اللي فاتت كثير من الملاحظات، يعني مش عايز اقول مشكلات. منظومه تدريب المعلم انا دايما بقول هي ديت المؤشر لجوده النظام التعليمي. عندي معلم بيتدرب تدريب مستمر وتدريب جيد وتدريب حقيقي، يبقى انا عندي صحه للنظام التعليمي. واعتقد كل احنا عندنا اكتر مثلا من 1,500,000 معلم. لو عملنا يعني شفنا قد ايه كميه التدريب اللي بتتم، كام برامج التدريب الخاصه بالتقويم اللي بتديرها اكاديميه المهنيه للمعلم، كام برنامج عندها، تمام، كام برنامج بيخضع لتدريب حقيقي المعلم، تدريب مستمر على راس العمل. تدريب في المدرسه، تدريب في الاداره التعليميه، تدريب في الوزاره، تدريب في الاكاديميه. التدريبات دي عصب عملية تطوير منظومة التعليم القائمة على تعليم جيد تكفله الدولة. تمام. طب الدروس الخصوصية كان في يعني مقاومة شديدة جدا من الدولة على محاربة الدروس الخصوصية، بس للأسف لسه ما زالت بتحتل مساحة كبيرة من التعليم المصري. هل شايف انه ده نتيجة ضعف المدرسة مثلا، انه الطالب ما بياخدش اللي هو عايزه من المدرسة، ولا يعني تعود من الأسرة المصرية انه احيانا بيبقى الطالب بياخد اللي هو محتاجه فعلا من المدرسة، بس الأسرة عندها تأنيب ضمير او احساس دائم انه لو ما خدش درس خصوصي مش هيعدي زي ما كل الناس بتاخد دروس خصوصية، فبيجود يعني رغم انه الطالب ممكن ما يبقاش محتاج. شايف ايه؟ هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي، هجيب من الاخر، الأسرة المصرية عايزة تضمن لابنها درجة كبيرة. وساعدت في ذلك أنظمة التقويم اللي هي مش على المستوى المطلوب. تمام. ضعف النظام التقويم ومشكلاته هو اللي أدى إلى ظهور مثل هذه النماذج من المعلمين اللي بيحترفوا إن يأهلوا الطالب إن يحصل على درجة عالية في الاختبار. طب أنا كولي أمر أنا يهمني إيه؟ أنا عايز ابني يجيب درجة.
وبالتالي هستخدم كل الاساليب المشروعه وغير المشروعه. لكن ضعف النظام التقويم اللي ما بيها يقدر يقيم الطلاب بشكل منهجي وبشكل علمي، زي ما انا مش عايز اكرر الكلام لان من يتصدر مشهد التقويم غير متخصص، والناس لا تعترف بان هناك تخصص دقيق اسمه علم القياس والتقويم، علم حديث وعلم يعني تقيل شويه، مش كتير متخصصين فيه على مستوى الوطن العربي كله، لكن بدانا الحمد لله نبدا نشير الى هذه المنظومه بحيث حتى اللي مش متخصص يتدرب. يعني وضع الامتحانات اللي مش منهم متخصص يتدرب على دورات تدريبية مكثفة تسقي المهارات وقدراته، بحيث يحط الامتحان اللي هو زي ميزان الذهب، يستشعر الفروقات بين الطلاب بدقة وبموضوعية. ثانيا بالنسبة لي المشكلات بتاعت المدرسة، المدرسة مش قادرة يحدث فيها تطور اللي حضرتك ذكرتيه في الأول، التطور الحقيقي انها تكون جاذبة للطلاب. احنا أبنائنا في الثانوية العامة كم منهم بيحضر في المدرسة؟ مفيش تقريبا. أبنائنا في الإعدادية اللي بيمتحنوا النهاردة كم منهم بيحضر في المدرسة؟ يبقى لازم نبحث في هذه المشكلات بشكل موضوعي، وما نحطش زي ما بيقولوا راسنا في الرمل زي ما بيقولوا، إن احنا نشوف المشكلات الحقيقية ونطرح والخبراء ونشتغل مع المراكز البحثية المتخصصة. أيوة اللي تطلع لنا بيانات نقدر نشتغل عليها. تعمل دراسات. دكتور محمد فتح الله أستاذ القياس والتقويم والخبير التربوي، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح. لسه مستمرين مع حضراتكم آخر حواراتنا بعد الفاصل مع الزميل محمد الكوميدي.